ولقاء مع حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي. رحب بيهم طبعا الاول، والحمد لله طبعا بطوله مهمه، ومبروك لجمهور النادي الاهلي والاداره والجمهور واللعيبه الرجاله ديت. وكنا مركزين من اول ما وصلنا ان احنا ناخد البطوله دي، ايا كان كنا هنلاعب مين، بس احنا عندنا هدف واحد والحمد لله حققناه. يعني احنا الماتش كان صعب شويه، لعب فرقه محترمه، بس الحمد لله خدنا اللي احنا عايزينه من الماتش وخدنا البطوله. النادي الاهلي بطوله ورا بطوله وانجاز ورا انجاز. النهارده بنفرح، كنا راجعين من الرجاء صاعدين لقبل نهائي افريقيا، النهارده بنلعب السوبر، رايحين نلعب الترجي. تقول ايه للناس؟ الناس لازم تعرف احنا فريق النادي الاهلي تقيل قوي. والله بص هي يعني سمات النادي الاهلي كده، انت بتخش من بطوله على بطوله. يعني احنا هنفرح النهارده وبكره وهنقفل بقى عشان ماتش الرجاء، عندنا ماتش مهم قبل نهائي افريقيا، وان شاء الله ان شاء الله يعني نحققها تاني السنه دي. يعني بعد السنه اللي فاتت لما راحت مننا، ان شاء الله السنه دي بطوله افريقيا تكون في النادي الاهلي تاني، ترجع النادي الاهلي تاني. يعني كلمه بقى اخيره لكل جمهور النادي الاهلي النهارده اللي كانوا الاستاد كان متقفل، بقول لهم مبروك ويا رب دايما كده نبقى نفرحكم على طول، يعني ان شاء الله. الف مبروك.